بندور على مصادر السعادة، كلنا محتاجين مادة خصبة للبهجة، كلنا نقدر نغير ملامح حياتنا ونحل لغز أصعب معادلة، لكن بشرط واحد هو أن الأمل يحل محل الأعذار ونبطل نشوف الدنيا بعين واحدة. ضيفتنا النهاردة ارتبط اسمها بالفرحة والبهجة، قدرت تحجز مكان لنفسها في قلوب كل المصريين بالبساطة والتلقائية، قدرت أنها تقدم كل الألوان الغنائية لكنها شايفة أن اللون الشعبي هو الأفضل وهو مصدر نجوميتها. ضيفتنا النهاردة بنت محافظة الشرقية، صوتها لمس كل قلوب المصريين بإحساسها المليء بالبهجة والسعادة. ضيفتنا النهاردة هي الفنانة الجميلة فاطمة عيد. اهلا بيك يا نورتيني، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا حبيبه قلبي. اهلا اهلا، سنه وانت طيبه ودايما بخير. اهلا، انت طيبه، فرحانه بيك. انا اكتر حقيقه. تسلمي. والله ميرسي. الله الله الله، يا ده انا عندي كمان يا بتاع الورد جو العربيه ليله الدخله وبكره. الفنانه الجميله فاطمه عيد، عايزه اقول لك انك وحشتينا، يعني جمهورك العريض بيسال فين فاطمه عيد، يمكن بتطلي علينا كل فتره باغنيه كل كام سنه، لكن اكيد ده مش كافي، يعني مش كافي ابدا بحجم صوت فاطمه عيد. انا معاك. لا انا اولا جمهوري غالي عندي قوي، وانا غالي، انا حاسه بقدري عند الناس. شوفي سعادتك، من حب الجمهوري انا عامله له شغل المره دي، هيقول الله ينور عليك يا حاج، يعني زي اللي مستخبيه له في الدره، بطلع كل فين وفين، بس بحاجة تستحق. بنطلع بحاجه تسمع. صحيح. فده اللي انا بعتز بيه. صحيح. وبحبه جدا. ليه؟ أنا جوزي ملحن ومؤلف، وأنا مطربة، وشيماء ما شاء الله عليها مطربة من المطربين، من المطربة. عيلة فنية متكاملة. ما فيش كلام، ما فيش كلام. فطبعا حتة إنك أنت تحسي إنك أنت لا بتنافسي حد ولا حد بينافسك، وإنك أنت ليكي مكانة في كل بيت. صحيح. دي عندي عارفة تساوي الدنيا وما فيها. أنت كنت مصدر يعني بهجة وما زال كمان مصدر سعادة وبهجة، يعني ما كانش في بيت أعتقد في مصر لا يخلو من شريط كاسيت لفاطمة عيد. ما فيش، كل البيوت كانت أفراح فاطمة عيد. ومع ذلك فين فاطمة عيد من على الساحة الفنية، خصوصا الفترة الأخيرة موجة اللون الشعبي منتشرة وهي المسيطرة على الساحة الغنائية، مش ممكن أبدا صوت بحجم فاطمة عيد ما يكونش موجود ومنتشر زي الأول. لا شوفي يا ست الكل، بقولك لكل من ركب الحصان خيال، ولا كل من عزف الناي بقى زمار، ولا كل من قال يا ليل بقى فنان. لا، وربنا قال إيه؟ وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات. ما تشبهنيش بحد عشان سعادتك اللي موجود دلوقتي سمك لبن تمر هندي، مع احترامي للي بغني. صحيح. في ناس حلوين وفي ناس ليها ثقلها وبتغني، بس غنى عن غنى يفرق. أكيد. يعني طبعا. النهارده لما الدكتور محمد عبد الوهاب سمع الحاجات اللي بتتذاع حاليا، قال لك ده يعني سندوتش تكاوي، لا يسود ولا يزود، ما يشبعش زي أغنى الرحلات. صحيح. لما كنا بنطلع حفلة فكل واحد اللي عنده حاجة بيقولها. لا معلش، احنا جمهورنا سميع. صحيح. وجمهورنا اللي بيحبه بيسقف له من قلبه، واللي ما بيحبوش ما يعرفش النفاق. صحيح. لما بتسمع عن اجور مطربين دلوقتي اللي بتوصل للملايين، بيكون ده مردوده عليكي ايه؟ هل المواهب اللي موجوده على الساحه تستحق الملايين؟ والله شوفي، والكل مجتهد نصيب. يعني عارفه ربنا قال وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات، في اللي يستاهل، انما ايامنا احنا ما كسبناش. يعني انا كنت انا والفرقه بناخد كام؟ 50 جنيه. وال 50 جنيه ده انا كنتش باخدهم، انا كنت بديهم للمسكين وبدفع من جيبي كمان عشان الانتشار. عشان لما بشتغل في الثقافه الجماهيريه، بشتغل في الحسين، بشتغل في اي فندق من الفنادق، كنا بناخد مال، بس كنا فرحانين فرح غير عادي. عشان بس انت كنت مكسره الدنيا. ما فيش كلام، بس طبعا اجورنا ما كانتش الاسعار دلوقتي. لا. صحيح. ما كانتش، يعني يوم ما طلبت 200 جنيه بالفرقه، الله يرحمه الاستاذ محمد رشدي قال لي لا ده كتير. قلت له كتير؟ قال لي اه. قلت جوزي قال له لا مش كتير، اللي عاوز فاطمه عيد هيجيبها، اللي عايز الاستاذ رشدي ربنا يرحمه هيجيبه، اللي عاوز شفيق جلال هيجيبه كده، اللي عايز محمد العزبه هيجيبه. يعني الجمهور لما بيتمسك بفنان بيجيبه مهما كان اجره. شايفه ان جيلك اتظلم؟ اتظلم، ظلم في الاجور، والظلم برضه في الشهره. يعني انا الحمد لله كنت ربنا كان معايا قوي،
قوي لما عملت فيلم أفواه وأرانب، لما عملت حسنين ومحمدين كان نشيد وطني، لما عملت مسلسلات أبناء في العاصفة، لما عملت مارد الجبل، لما عملت ذئاب الجبل، لما عملت شط الأمان، لما عملت غرام جليلة. لا بس انتي ما اتظلمتيش في الشهرة؟ لا ما اتظلمتش، بس برضه ما خدتش وضعي اللي أي فنان خده، اللي تستحقيه، اللي أستحقه. يعني الحفلات بتاعت ليالي التلفزيون ما اتحطتش ولا في حفلة. طب ليه؟ ده فاطمة عيد بتمثل قطاع كبير جدا من الشعب، قطاع كبير جدا، يعني الناس الارستقراطيين والناس العاميين، يعني دول ودول، يعني صحيح. بخاطب الناس كلها. طب صحيح. لازم يعني مثلا الصعيد يبعتوا مطربة لبنانية للصعيد؟ طب لا. فاطمة عيد هنا الملعب ده ملعبها، ليه فاطمة عيد ما تروحش؟ يعني انا من وجه قبلي لوجه بحري، فاطمة عيد في كل بيت، ده حقيقة. فالنهارده انت لما بتودوا فاطمة عيد بتسعدوا الكم من الناس دي عشان يفرحوا بفاطمة عيد. لا كان للاسف خالف تعرف. ايه اللي اختلف جيل دلوقتي عن جيل زمان غير الاجور؟ لا حته الخواطر وحته المحسوبيات وحته، عارفه دي موجوده من قديم الازل، مش ايامنا بس، لا مش ايامي بس، لا بس عارفه لا يصح الا الصحيح. صحيح. والله طالما بتثقي في ربنا وبتثقي في نفسك بتحس انك انت ليكي مكانه عند الناس، ربنا اللي بيحطك في المكانه اللي تليق بيك. بس انتوا يعني اسماء لها تاريخ، يعني مش هتتنسي العمر كله. لا الله ينور. لكن دلوقتي علي. الله ينور. يعني كلهم شبه بعض. زمان كنت بشوف فاطمه عيد ظهرت في جيل شريفه فاضل، ليلى نظمي، عايده شاعر، ومع ذلك كلكم غنيتوا لون شعبي، بس كل واحده فيكم كان ليها لون خاص ليها طريقه. أيوة. ليها طعم خاص بيها. صح. اللي يميز. دلوقتي مش بتحسي ان كله شبه بعضه؟ كله شبه بعضه، الى جانب انك انت ما بتفرقيش الصح من الغلط. بمعنى ايه؟ بمعنى اني ما انت عارفه زمان لما كانت المزيكا بتعزف كنا نقول عبد العزيز محمود هيغني. تمام. صحيح. لما كانت المزيكا تعزف نقول محمد رشدي الله يرحمه هيغني. صحيح. كانت المزيكا بتعزف نقول ليلى مراد. دلوقتي ما بنفرقهمش من بعض. صحيح. ما بنعرفش مين اللي هيغني ولا مين الصح ولا مين الغلط، بس مصر ولاده. طيب بصراحه كده مين بيعجبك دلوقتي في الساحه في اللون الشعبي؟ لا والله احمد شيبه بيعجبني جدا والله العظيم. كنت بتتابعيه من البدايه ولا من الاغنيه اللي فرقعت؟ لا من الاغنيه اللي فرقعت. لكن قبل كده بس قبل كده كان في بلو برضو اغنيه كانت صورها في فيلم برضو، دي كانت كويسه وكنا كلنا بنس. لا هو خد حقه متاخر شويه. لا شويه شويه. عبد الباسط حموده برضو ما شاء الله عليه، ده فضل ما اشتهرش الا على كبر. صحيح. يعني عبد الباسط بغني وهو بقاله اكتر من 20 30 سنه، بس اشتهر امتى؟ في فيلم الفرح، لما عمل فيلم الفرح وغنى فيه ربنا اداله من وسع. كمان احمد عدويه كاركتر ولون مميز طبعا، ده عملاق، ده ده تاريخ. تاريخ. ما انا بقول لسعادتك اهو. طب المطربات الستات زي مين؟ مين بيعجبك؟ لا فكريني بس، اصل في ستات كتير. في امينه، في بوسي، في هدى، يعني هم مش كتير برضه. والله الثلاثه بيعجبوني، اصل هدى لون وامينه لون وبوسي لون. بوسي كانت الناس مطلعه عليا اشاعات ان بوسي دي بنتي، اقول لهم بنتي، قال لهم بنتي، ده انا بحبها، انا بحبها جدا. صحيح. والله مش كلام. انت عملتي دويتو مع امينه. آه. ليه ما عملتيش مع بوسي؟ والله امينه لما عرضت عليا الدويتو انا قابلتها في فرح كان عند الحاج حسن حسني، فرح بنته، فطبعا لقيتها بستني وحضرت مدام فاطمه امنيه حياتي اغني معاك دويتو. قلت لها والله يا امينه لو الكلام عجبني واللحن عجبني ما هتراجع هغني. فعلا سبحان الله غنيت يا مراكبي. قبل ما نغنيها كانوا حطوها على اليوتيوب كسرت الدنيا. صح. كل الناس ما كنت بقالي كتير قوي ما بغنيش، بقالي فتره، فسبحان الله يا مراكبي دي تقولي فتحه خير، ربنا جابها من هنا ونجحت وكسرت الدنيا. حقيقي. رغم اني مع احترامي الامينه عملت دوتات كتير جدا، مع احترامي ليها هي مجتهده ومناضله ومكافحه ومضحره، يعني هي بتحب شغلها جدا، بس سبحان الله بتبقى نية. حتة النجاح دي بتبقى نية. صحيح. طالما نية البني آدم صافية وبينه وبين ربنا عمر لازم يوصله لقلوب الناس. صحيح. يعني يا مراكبي ايه اللي حمسك انك تعمليها ترجعي؟ الكلام كان حلو قوي واللحن كان حلو قوي والتوزيع كان حلو قوي، واحنا الاثنين مختلفين عن بعض، يعني امينة لون وانا لون، ده حقيقي، بس والحكم للجمهور. لا لا ونجحت، نجح مفيش كلام، والجمهورنا لعلم سعاده جمهورنا سميع. كنت متوقعه انه الدويتو ده يحقق النجاح ده كله؟ ايوه
اصل قبل ما تتصور الاغنيه هم حطوها على اليوتيوب، لقوا كميه المشاهده او المستمعين غير عاديه. حتى جوزها كلمني قال لي مدام فاطمه انا ما كنتش هصورها، بس بصراحه تلبينا ربنا لما لقيت الناس متحمسه جدا ليكي والامينه، فانا قلت لا انا اصورها. طيب ايه رايك نروح نشوف كليب او الدويتو اللي بينك وبين امينه؟ يا ريت يا مراكبي، ونرجع. يا ريت يا حبيبه قلبي، يا ريت. تعالي تعالي نشوف. جميله قوي، كلماتها حلوه قوي قوي. كلماته الحان مين؟ كلمات عبد الرحمن سيد الاهل، ولحن جوزي اللي هو شفيق الشاي. ما شاء الله، انا عارفه ان ده مش قوي تعاون. ده فنان، ده ممثل يعني، وملحن ومؤلف. طبعا سبع صنايع بس البخت مش ضايع الحمد لله. لا 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 طبعا ده بالعكس، يعني انا شايفه انه كان في تعاون كبير بينك أوي وبينه أوي. يعني فتره لقينا شركات الكاسيت خلاص ما بتنتجش كاسيتات، صحيح، فقال لي لا احنا مش هنفضل تحت رحمتهم، فجاب كلام من مؤلفين وعمل لي شريط وشريطين عشان ما بقاش ابقى في اذهان الناس. الى جانب جت ابناء في العاصفه، المسلسل ما فيش ميزانيه، فالله يرحمه الاستاذ فايق اسماعيل قال لي ما عنديش ميزانيه وانا عايزك تغني بس، ما فيش اي آلة صاحبك، لوحدك على الطبله بس. قلت له طب ازاي؟ ما شفيق قال لي هات السكريبت وتعالي. جبت السكريبت، كان المشهد في كان كل حلقه فيها ثلاث اربع اغاني، كان من تاليف جوزي والحانه. عشان ما فيش ميزانيه، وانت عارفه التلفزيون المصري يا حبيبي ما خدتيش اجر برضو؟ لا 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 والله، لا والله ده ما فيش ميزانيه حتى للغنى. لحظه ان انت بتحبي الفن قوي لدرجه يعني، بس برضو يعني بعتقد ان فكره انك تحتفظي وتهتمي باجرك ده امر مهم عشان حتى تكملي. لا 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 عارفه مسلمه كل حاجه لربنا، رخر عارفه ربنا ما بتخلاش عني ابدا والله. والله لما اقول يا رب ربنا اداني اكتر من ما كنت بطلب منه، والله العظيم الحمد لله. لو اتكلمنا عن البدايات، يعني انا كنت يعني اوقات كتير جدا ببقى يعني بشوف ان فاطمه عيد حققت نجاح الدنيا وكسرت الدنيا، بس باجي اشوف البدايات ببقى الاقي بنوته جميله في قريه ريفيه في محافظه الشرقيه. ازاي يعني اسرتك وافقوا انك تنزلي مصر وتغني وتكوني مطربه؟ لا مش وانا عارفه ان العادات الريفيه بترفض ده تماما. انا لما غنيت يعني عارفه كانت فضيحه بالنسبه لي، فضيحه يعني ازاي تغني وكده، فضحت العيله وعيله ايه اللي هفضحها؟ يقول لك لا، قلت لهم لا ايه، انا مقتنعه بحاجه ومؤمنه بربنا ومؤمنه بيها، يبقى مش هتخلى عن اللي انا بعمله. طالما بعمل حاجه مش حاجه مظبوطه وما بمشيش غلط وبراعي ربنا في كل حاجه، يبقى ربنا لازم يراعيني. وفعلا وقتك انا كنت طموحه جدا ودؤوبه، وكنت بطلب من ربنا ان اي حد يشوفني يقول فاطمه عيد. وفعلا الف حمد والف شكر يا رب، ربنا حقق لي الامنيه دي اللي طلبتها من ربنا والله. طيب انا عايز اعرف مين اللي اكتشفك ومين اللي قدر يقنع والدك انك تشتغلي وتنزلي مصر؟ لا والدي ده كان في القنايات الشرقيه، وانا كنت في مصر متجوزه. وبعدين جاري كان، كنت سعيده الحظ ان جاري الله يرحمه الاستاذ مصطفى الطائر الله يرحمه، فانا بغني وانا جوه البيت، احنا كنا جيران، ففضل يستنط عليا، فخلص خلصت ان انا الغنى بغني لوحدي بيني وبين نفسي، فلقيته خبط وقلت له مين؟ انا كنت بعتبره اب ليا، كان راجل محترم الله يرحمه. ففتحت قلت له اهلا وسهلا، قال لي بس انت وفرت عليا المشوار. قلت له مشوار ايه؟ قال لي بس ده انا مطلوب مني ان انا اكتشف صوت يكون زي الصوت بتاعك ده. قلت له تكتشفني ازاي؟ قال لي يعني هوديك للمنتج هيعمل لك كاسيتات، كان ساعتها الاسطوانات مش الكاسيت، يعمل لك اسطوانات وهيتبناك. قلت له انا قلت انت بتتكلم جد؟ قال لي والله بتكلم فعلا، ما كدبش خبر، راح لموريس الله يرحمه وراح جايبه معاه وجايب بالريكوردر غني، رحت مغنيه قدام. قال لي بس غنيتي ايه بقى؟ غنيت حبيبه قلبي، يا رب ابلغ مرادي وافرح واكيد الاعادي، غنيت خلي بالك يا ولا خلي بالك، ام وابويا ضربوني علشانك، غنيت يعني عارفه الاغاني اللي انا اشتهرت بيها. يا ليل يا ليل يا مطل، ايوه، فدي اللي انا اديتها لهم. وجه الاستاذ مصطفى بلور عارفه الفلكلور بيبقى بعبله، لا لازم عشان المصنفات الاغنيه تتصرح تتشال الاغنيه الكلمه الخارجه وتتحط تضاف عليها كلمه كويس. وبدا مشوار فاطمه وبدا عيد. مشواري وسمعني الله يرحمه الدكتور محمد عبد الوهاب، سمعني الاستاذ محمد الموجي، سمعني الاستاذ بلال حمدي، كان ساعتها بيدور على صوت عايز يكتشفه، بس ما كانش ليا الحظ ان يكتشفني عشان كان فيه قدامي عراقيل، ما كانش ينفع ان يكتشفني الاستاذ بلال حمدي. طيب تعالي بقى عايزين نسمع حاجه بصوتك تكوني انت فاكراها وقلتيها في لما تعرفتي على استاذ الطاير. ايوه الاستاذ مصطفى الطاير. خلي بالك يا ولا خلي بالك،
أمي وأبويا ضربوني علشانك، خلي بالك يا ولا خلي بالك، أمي وأبويا ضربوني علشانك، وأبويا قال لي يا سمارة خلي بالك ولا تطلعيش برا الحارة، خلي بالك وخلفت وطوعت الجارة، خلي بالك أمي وأبويا ضربوني علشانك. جميل. أنا عارفة إن أنتِ عملتي أغاني كتير قوي، عدت الـ 800 أغنية و 45 ألبوم، يعني ما شاء الله، يعني تراث رائع من الأغاني. لو سافرت العالم كله، سافرت ألمانيا وسويسرا وهولندا والنمسا وأمريكا وإيطاليا، والله وليه ردود فعل برا بيستوعبوا يستوعبوا. يعني أنا كنت سفيرة بلدي، ده أنا يوم حفلة ألمانيا دي كانت في قاعة الكونجرس، دي كان في ماتش الكرة العالمي اللي العالم كلها بتتفرج على الكورة. سبحان الله الخبير الألماني جه لقى، ومن غير دعاية لقى القاعة دي أرش كومبليه، حياة ربنا. قال لي أنت من غير دعوة تبقى القاعة بالشكل ده، وطلعت اليوم ده 6 مرات لما يقول سجابي سجابي ويطبلوا على الطاولات يبقى أطلع تاني، واطلع 6 مرات بقى الله يرحمه خميس حنكش بقى يقول لي ايديا ورمت، اصله كان الطبال. قلت له قال لي حد قال لك انجحي؟ قلت له لا اله الا الله. طب ما نجاح ده يا ابني بيضيف لك وبيضيف لنا كلنا. قال لي ده انا ايديا، قلت له معلش، قلت له ما انا فرحانه طبعا، اكيد طبعا فرحانه لما امثل بلدي وسفيره بلدي ولوحدي طبعا. فالف حمد جدا، الف حمد والف شكر يا رب. اسمحي لي نطلع فاصل ونرجع، وحابه اسالك على عمار الموسيقار الكبير عمار الشريعي وكمال الطويل واغاني مسلسل هو وهي، وليه سعاد حسني سبقتك في غنى الاغاني دي؟ هي الاغاني دي والله كانت معموله لي. ماشي يا حبيبتي، ونرجع نكمل حوارنا، انتظرونا. ورجعنا تاني بعد الفاصل. كنت عايزه اعرف ايه حدوته اغاني مسلسل هي وهو، وسعاد حسني يعني اتقال وقتها ان الاغاني بتاعت المسلسل ده بتاعت فاطمه عيد وهي اللي هتغنيها، ليه سعاد حسني سبقتك وغنت الاغاني قبلك؟ مش سبقتني، ده عارفه والله العظيم قبل المسلسل كان الاستاذ صلاح الله يرحمه، الاستاذ صلاح جاهين كان من عشاق صوتي والله. عارفه لقيته بكلمني بيقول لي مدام فاطمه انا عندي ليكي اغاني محدش هيغنيها الا انت. قلت له بس انا في شركه ما، يعني كان صوت الحب وقتها وكان بعقد احتكار. قال لي لا لا معلش، بعد ما تخلص العقد الاغاني موجوده. فوجئت بمسلسل هو وهي. طبعا انا فرحت جدا بالفنانه الكبيره سعاد، يعني كسعاد حسني واستعراضيه وبتغني كل الالوان وما شاء الله عليها، كانت عبقريه كتمثيل وكغنى وكحضور وكجمال كل حاجه، كانت مكامل الا محمد. ففرحت قلت بس الحمد لله. فغنت الاغاني اللي هو الشوكولاته وخليل بيه ومحلى العروسه، كل اغاني هو وهي هي اللي غنتها. ده كان رد فعله ايه عليكي؟ ما سالتيش لان دي اغاني بتاعتك. لا بس لا لا لا، هي لون وانا لون، وبعدين انا بس ما حرقتش الاغاني عليكي؟ لا لا ما اتحرق، بالعكس ده عملت لها ارضيه مع الناس سبحان الله. وانا جيت غنيتها سبحان الله بقت عارفه في منافسه غير عاديه، يعني كفاطمه عيد وكلون فاطمه عيد ونفس الكاركتر بتاع فاطمه عيد والاغاني يعني متفصله على فاطمه عيد، وكسعاد حسني الجميله خفيفه الدم الحلوه اللي ليها حضور اللي ليها كاريزما. لا سبحان الله، يعني سعاد دي ما كانتش ليها بديل ولا ليها منافس. فطبعا جينا بقى ساعتها بقى كان في الله يرحمه الاستاذ عمار الشريعي، هي جت في حفله غنت بس ما ذكرتش الاستاذ عمار الشريعي، قالت لك ودلوقتي الحان الموسيقار كمال الطويل. لا عمار الشريعي وكمال الطويل الاثنين عاملين الشغل هو وهي. فزعل الاستاذ عمار الشريعي، ففجاه الاستاذ محسن جابر ربنا يديله العمر قال لي بقول لك تغني هو الاغاني بتاعت هي وهو. قلت له يا سلام، ده شرف لي فعلا. كلمنا الاستاذ عمار حتى ما سجلناش مزيكا جديد على نفس المزيكا اللي كانت موجوده، سجلنا خال البي ومحلى العروسه والشوكولاته، ثلاثه وكسرت الدنيا وكسروا سبحان الله سبحان الله. يعني عارفه والله ما في طفل ما في راجل ما في ست ما في بنت الا لما يقولوا لي ايه ده الحلاوه، قلت لهم لا اله الا الله، يعني ده كل سبحان الله ربنا كاتب لي برضو ان انا ما اتحرمش من الاغاني بتاعت هي. طيب الموجي كان اول ما فتح شركه كاسيت عرض عليكي انه كان اول مطربه يطلب منها يعمل لها شريط كاسيت، والله ليه اعتذرتي؟ ده الاستاذ محمد الموجي. والله كان ساعتها انا تبع عالم الفن محسن جابر وما كاتب عقد معاه، ما اقدرش، العقد شريعه المتعاقدين. فلو انا سجلت عند الاستاذ الموجي الموجي اول لحن عملهوني كان من كلمات الاستاذ مجدي نجيب ربنا يديله العمر،
كان بيقولوا النبي يا ودع ما تسمعني ولا تكشف حاجة تدمعني. الله. إذا كان البخت ما هوش معدول احلف يا ودع بالنبي ما تقول لحسن ده أنا قلبي بيوجعني والنبي يا ودع ما تسمعني. الله. حدوتة وكان من إنتاج التلفزيون سبحان الله. وجي الأستاذ ماجد النجم قال له مين فاطمة عيد أنا ما عرفهاش. قال له طب أنا هبقى، كان هو ساعتها في مجلة الإذاعة والتلفزيون. فرحت له قال لي أنا افتكرتك ست عجوزة وكبيرة. قال لي ما عرفش إنك أنت جميلة بالشكل ده. قلت له الله يبارك لك، الله يدي له العمر والصحة والعافية لو عايش. وفعلا لما جه يفتح بقى شركة إنتاج أول مطربة طلبها أنا، والأستاذ هاني شاكر كان برضه عنده شركة إنتاج وطلبني. قلت له والله كان بعقد مع صوت الحب، ما أقدرش لو ما عنديش عقد انا كنت سجلت لك على عيني. جه برضو الاستاذ ربنا يديك العمر بتاع صوت الحب استاذ عاطف منتظر كنت كاتبه معاه عقد. مش شايفه ان فكره الاحتكار اثرت عليكي فنيا؟ اثرت. ما انا الموجي اصل كون ان الموجي يعمل لي 10 اغاني طبعا دي كانت معجزه من عند ربنا طبعاً. والله كانت انما ما اقدرش انا في عقد والعقد يعني انا لو سجلت للموجي. بعدين كان في شريط نازل لي متابع مع عالم الفن تابع الاستاذ محسن جابر، فما اقدرش انزل. وكان في العيد ورحنا صورنا الاعلان بتاع الشريط، فقلت له استاذ محمد والله انا كان بعقد احتكار ما اقدرش اسجل لك وبعدين تنزل في نفس الوقت بتاع صاحب الشركه انا اللي هيقضوني انا، فانا ما بحبش صاحب بالين كان ده وصاحب ثلاثه منافق اذا تستنى شويه. قال لي لا ده انا كنت عايز انزل في العيد. قلت له ما ينفعش. فدي ربنا كاتبها، لو مكتوب لي انه كنت اسجل الشريط ده كنت سجلت اكيد. طب هتغني لنا ايه بقى؟ هنغني يا بتاع الورد زوق العربية الليلة الدخلة وبكرة الصباحية، ودي كلمات عاطف فايد. الله على ورد فاطمة عيد. اغنيه جميله جدا ما شاء الله عليك. ما شاء الله انت اللي مغنيها لي حبيبتي، عشان انا سامعة انك لسه متجوزه قريب. حبيبتي تسلمي، ربنا يسعد ايامك. الله يخليكي، متشكره جدا يا رب. عايز اعرف بقى فكره ان في بعض فنانات يقولوا على فكره اللحن ده بتاع جوزي. والله العظيم. والكلمات بتاعت برد بتاعت جوزي. أنا لا بتاعت عاطف فايد. ما مع احترامي اللي معاك. لا انا عارفه ان هو يعني ما شاء الله عاطف فايد بس اللحن بتاع جوزي. ايوه ما جاش في مره كده قال لك كفايه كده واعتزلي الفن؟ لا بالعكس، ده هو اللي كان بيشجعني والله، عشان جواه فنان وهو طالب في الثانويه العامه كان بيعمل مسرح. والطلبه اللي من سنه كان بيعمل بيهم مسرح ويعمل مسرحيات لا ده هو فنان من يوم ما اتولد يعني موهوب. والله عشان كده ما عطلكيش. لا 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 بالعكس، ده هو كان وراي ما عمره ما فارقني ثانيه، لا في استوديو ولا في حفله ولا في سفر ولا في برنامج، عمره يقول لي كلكم راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته. صحيح. فوقوفه جنبي وانه في ظهري ليل ونهار ده اللي خلى فاطمه عيد تبقى تقف على حيلها وتقف على شط الامام. نجاحك الكبير ما عملش مشكله بينك وبينه في لا ابدا، بيفرح ليا جدا. هو عمل لك اغاني كتير وحصل تعاون بينكم كبير، ايه اقرب اغنيه لقلبك؟ عمل لي اغاني، شوفي ابناء في العاصفه لما اتعرض عليا المسلسل فطبعا ما كانش فيه ميزانيه فالاستاذ فيه الله يرحمه قال لي انت اللي هتغني، محدش والله اللي محدش يغني الاغنيه ده الاغاني ده اللي انت من غير موسيقيين بالطبله بس ازاي ما ينفع؟ قال لي لا ما فيش ميزانيه وانا هو ده اللي قدام. رحت طالبه شفيق وانا عنده قلت له يا شفيق في مسلسل اسمه ابناء في العاصفه بس فيه اغاني كتير وفي نفس الوقت المخرج قال لي ما فيش ميزانيه، قال لي طب هات السكريبت وتعالي. فعلا خدت السكريبت ورحت سبحان الله كان كل حلقه فيها 3-4 اغاني وكان 13 حلقه وبدايه ونهايه في التتر. فاحلى مسلسل عملته في حياتي هو ابناء في العصر. اغانيه كلماته والحان وما خدناش والله بس عارف المقابل البرستيج الادبي ده عندي يساوي الدنيا وما فيها. طب ايه اكتر اغنيه كانت قريبه لقلبك نسمعها دلوقتي؟ والله كل الاغاني قريبين ليا. طيب تستاهلي يا اللي رجالك دوله. تعالي نسمع. تستاهلي يا اللي رجالك دوله، تستاهلي يا اللي رجالك دوله، تستاهلي طبخ في بيت ابوكي يطبخ ويعرف ويدي دوله ودوله، تستاهلي يا اللي رجالك دوله، تستاهلي كل الحبايب تيجي يباركولك ويعملوه الليله،
تستاهلي يلي رجالك دول لا تستاهلي سايخ في بيت ابوك ايده الك كردن وغوشه مفتول لا تستاهلي يلي رجالك دول لا تستاهلي يلي رجالك دول. دي كان في التتر. Yeah. في التتر لكل اخوه وتستاهلي اللي رجالك دوله وايما منهم تحلب البقر، يعني كان تتر غير عادي، كان لسه بتزعف في مسابيره زمان من اسبوعين ثلاثه. طب اسمحي لي نطلع فاصل ونرجع نكمل مع الفنانه الجميله فاطمه عيد. انتظرونا تاني بعد الفاصل. اكيد تربيه البنات اكيد مش سهله، وانت ما شاء الله ليكي اربع بنات، ثلاثه غير شيماء. مفيش كلام. طيب شيماء الوحيدة اللي صوتها حلو بتغني، ولا في من بناتك غير شيماء بيغني؟ والله انا بنت كانت بتغني بس بتتكسف صوتها حلو قوي، وداليا كانت بتغني بس بتتكسف. شيماء يعني الوحيدة اللي جريئة. وبعدين شيماء اخرجت اخراج اعلام انجليزي. ما شاء الله عليه، طالعة بدرجة جيد جدا مع مرتبة الشرف ما شاء الله، وحضرت دبلومة نجحت فيها، وكانت هتحضر ماجستير بس حكاية الثورة اللي فرملتنا شوية. طب انت اصلا اوريدي اهتميتي بفكرة الدراسة ودرستي في معهد الموسيقى، ليه ما خليتيش برضو شيماء بما انها احترفت الغنى انها هي كمان تدرس في معهد الموسيقى؟ هي من غير، لا انا جبنا لها بتاع عود يدرس لها العود، بتعزف عود كويس جدا، وفي نفس الوقت بيانو عندنا، البيانو برضو جبت لها مدرسه عشان تعلمها البيانو عشان تدرس عليه. وفي نفس الوقت احنا يعني عارفه يمكن ليها اب فنان قوي 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 من الناس اللي بيحبوا شيماء، وعودها على الحاجات القديمه اللي بيها، اللي ما يغنيش قديم ما يغنيش جديد. كشيماء وكصوت كبار الملحنين سمعوها قال لك صوت ملوش بديل. الحمد لله حقيقي صوتها فعلا قوي الحمد لله جدا. الحمد لكن لله. ليه شيماء ما كانتش امتداد لوالدتها انها تغني برضو اللون الشعبي؟ ليه اهتمت اكتر باللون الرومانسي؟ لا هي برنسيسة هي وبتغني على فكره. لما انت مره استضفتيها وقالت غنت حاجات من بتاعتي. صحيح. يعني مش ممكن هي تقول لك ماما دي مش هتتكرر، انما انا كان لسه بقى من يعني بتخاطب الجيل اللي من سنها واللي اكبر منها واللي بعديها، فطبعا انا حاجه انا بعتز بيها جدا. بالعكس كشيماء وكمطربه تقيله وكتغني الحاجات الدسمه دي حاجه وكانت مفاجاه، كانت طفله معجزه. الله ينور. لو هي ست سنين كانت بتغني مع الاستاذ سمير صبري في برنامج هذا المساء. صحيح. والحلقه اللي نجحت وسمعت اول حلقه في البرنامج كان الله يرحمه انيس منصور، وكانت الله يرحمها ماجده الخطيب، وكان الله يرحمه حسن ابو السعود، وكان الله يرحمه سمير الطائر، ويعني كان عارفه نخبه، والاستاذ فريد شوقي. يعني كان البرنامج كان دسم قوي وغني. اتذاعت الحلقه دي الوحيده اللي اتذاعت مرتين مع الفنان الكبير الاستاذ سمير صبري. صحيح. من الناس المحترمين ومن الناس اللي بعتز بيه جدا. وانت كمان كنت بتغني من صغرك ست سنين. ما فيش كلام. ما يعني التاريخ بعدنا وبقرا قران وبمثل سبحان الله في اولى ابتدائي. صحيح. في اولى ابتدائي. ما مظبوط مظبوط. ايه رايك نشوف حاجه لشيماء؟ تحبي نشوف لها ايه؟ الاغنيه اللي متصوره اللي هي دنيتي جنه. دنيتي جنه دي كسرت الدنيا. تعالي نشوفها ونرجع. تسلمي لي. ماشي ماشي. اغاني الوطنيه اللي في الفتره الاخيره يعني الحقيقه مش بتلمس المشاعر الوطنيه زي اغاني زمان. يعني اغنيه ام كلثوم واغاني عبد الحليم الحقيقه كانت طول الوقت دايما بتحرك المشاعر الوطنيه، عكس دلوقتي. اغاني الوطنيه دلوقتي اللي بتغني على الساحه يعني ملهاش التاثير الكبير بتاع زمان. زمان كان عبد الحليم كان تملي بيزنه، انت عارفه الضيف الودان زي السحر. ام كلثوم سيده الغناء العربي، السيده ام كلثوم دي كانت حاجه فلته من فلتات الزمن. النهارده ما هالاغنيه لو بتاخد وضعها الطبيعي في التلفزيون هتبص تلاقي التلفزيون ده اكبر مواصل جيد، هتلاقي الناس كلها بتغني. يعني حسنين لما اتذاعت ليل ونهار ونهار وليل كان نشيد وطني. صحيح. فيلم افواه وانا المدال تنظيم الاسره برضه، ده لما اتذاع مع الفنانه الكبيره فاتن حمامه والفنان الكبير فريد شوقي، يعني حقيقه كان قصه الفيلم حاجه تشرف الدنيا كلها. فطبعا انت عارفه التلفزيون والسينما اكبر موصل جيد لاي فنان. صحيح. شاطر او اي فنان طبعا. الجمهور بيحبه. لا بس افواه وارانب تحديدا الفيلم ده كان حاجه ما حصلتش. لو شفتيه من عناصر نجاحه كانت اغنيتك. ما فيش كلام. الله يا روح قلب عليكي. يا روح قلب عليكي. فيعني عارفه دي بتبقى حاجات سبحان الله ترتيبات ربنا، انا ما رتبتش ده ربنا، ده انا فوجئت بالاستاذ جمال سلام الله يشفيه يا رب الله يشفيه، جايني البيت وتعالي يا مدام فاطمه اسمعي، وراح واخدنا انا وشفيق جوزه ورحنا على استوديو النحاس في الهرم ورحنا مسجلين في نفس اليوم.
في نفس سمعته الفنانه الكبيره فاتن حمامه قالت له بس هو ده اللي انا عايزاه. فرحت والله فرحت جدا بالاغاني بتاعت المزرعه والاغاني بتاعت تتر، يعني حاجه معبره جدا. ما فيش رغم ان انا برضه عملتها الفنانه الكبيره ورده الله يرحمها عملتها في مسلسل بس لا الفيلم الفيلم غير المسلسل خالص. ليه ما فكرتيش انك يعني تشتغلي وتمثلي باحتراف، يعني تخشي عالم التمثيل والسينما والتلفزيون؟ انا على علمك انا عضوه عامله في التمثيل. صحيح والله برضه الاعمال المسرحيه بس القليله جدا. لكن ليه ما اشتغلتيش باحتراف؟ ما حبيت قلبي لو اتعرض عليا الدور الكويس اللي هيبرزني انا بغني شاطره في الغنى، انما كدور ثانوي لا ما ينفعش، لا ما ينفع حرام. لا ما بقول لك ايه يعني صاحب بالين كذاب وصاحب ثلاثة منافق ما ينفعش. صحيح ولا يصح الا الصحيح. شيماء لو اتعرض عليها ان هي دور تمثل يا سلام يا ده تفرح جدا زي والدها، بس دور يبرزها ودور يضيف ليها مش يقل من قدرها. طبعا بالراحه. المخرج اشرف طاهر مجهز لنا اغنيه لشيماء، الله تيجي الله نسمعها ونرجع يا ريت.